There is no instruction. اليوم سوف نتحدث عن عيد ميلاد. عيد ميلاد. اليوم سوف نتحدث عن عيد الميلاد. عيد الميلاد. الأهداف: نحلل النص، نصف عيد الميلاد، نصف عيد الميلاد. Let's know the new word. الكلمات الجديدة، الكلمات الجديدة. يدعو، يدعو. ما معنى يدعو؟ Invite. I invite you. أنا أدعوك لعيد ميلادي. يدعو. 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 Invite. يدعو. يدعو. من يدعو في جملة؟ أنا أدعو الصديقة إلى حفل ميلادي، حفل عيد ميلادي. حسناً يا جشوى. جشوى، be attention. It's all of you. If you see صديقتي, no need to put ألف and لام. Don't say الصديقتي. Should say صديقتي. حسناً. شكراً يا جشوى. أحسنت. البالونات. 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 بالون. الشمع. 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 الشمع candles. يزين. 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 يزين decorate. يزين decorate. The noun الزينة. الزينة decoration. الزينة. نحن نضع الزينة في كل مكان. يزين. المأكولات. المأكولات. فود. المشروبات. المأكولات والمشروبات. يهنئ. يهنئ. ما معنى يهنئ؟ celebrate. celebrate. لا celebrate. ما معنى celebrate؟ we did it before. celebrate. يحتفل. يحتفل. أحسنتي ألينا. يحتفل. يهنئ. surprise. congratulate. يهنئ. congratulate. يهنئ. عيد الميلاد. birthday. عيد ميلاد. هدية. هدية. ما معنى هدية؟ gift. هدية. هدية.
يدعو البالونات الشمع يزين المأكولات المشروبات عيد ميلاد يهنئ هدية. The first one. عيد ميلاد. عيد ميلاد. مشروبات. مشروبات. مأكولات. المأكولات. أحسنتم. يهنئ الشمع. أحسنت يا أمينة. Is it a shama or a shama? Al shama. Al shama. Al shama. Invite. Yadou. 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 Decorate. Yuzayin. Yuzayin. البالونات. عيد ميلاد. ألينا اقرأي. زرع اللي معاك. تفضل يا زرع. مستر ياسين. نعم. اي صفوف؟ سي و اتش ولا اي صفوف؟ سي و اتش. كم عدد الحاضرين؟ 42. شكرا. يوم الجمعة القادم انا ساحتفل بعيد ميلادي. أنا أدعو أصدقائي لعيد ميلادي. نحن سنحتفل في حديقة البيت. أسرتي تزين حديقة البيت وتضع البالونات في كل مكان. ما أجمل البالونات. أبي سيشتري الكعكة اللذيذة ونضع فيها الشمع. نحن سنأكل الكعكة والمأكولات اللذيذة ونشرب المشروبات الغازية والعصير. نحن سنستمع إلى الموسيقى ونرقص ونلعب. أبي سيحضر الهدية. كم هي رائعة هدية أبي وأيضا أصدقائي. تقول أمي عيد الميلاد سيكون ممتعا يا ابني. أعتقد أن الاحتفال بعيد ميلادي أجمل من الاحتفال بالسنة الجديدة. ليت الأصدقاء يحضرون عيد ميلادي. الآن انظر معي على السبورة.
لنتعرف على الأساليب. الأساليب أسلوب أسلوب ماذا؟ الأساليب أسلوب تفضيل تفضيل تمني تمني تعجب تعجب إذا أسلوب تفضيل تمني تعجب نداء أيضا أسلوب نداء نداء ماذا أيضا تفضيل تمني تعجب نداء زارة ألينا بوربي الأساليب أسلوب تفضيل تمني تعجب نداء أسلوب تشبيه استفهام أسلوب تشبيه لا أسلوب التشبيه أسلوب التفضيل أسلوب التفضيل وست كبير it will be أكبر من مولم نعم what slide are you on six okay now أسلوب تفضيل كبير أكبر من جميل أجمل من أجمل من رائع أروع من أروع من يبقى أسلوب التفضيل أكبر من أجمل من أروع من أسرع من حسنا أسلوب التمني وست أسلوب التمني we have to ليت ولعل لعل ليت ولعل ليت لعل أسلوب التمني ليت الأصدقاء يحضرون عيد ميلادي ليت أبي يحضر الهدية لعل أمي تصنع الكعكة اللذيذة بأسلوب التمني بأسلوب التمني ليت ولعل أسلوب التعجب ما أجمل ما أروع ما أفضل ما أو كم هو أو كم هي كم هو أو كم هي أسلوب التعجب أسلوب النداء يا يا أسلوب النداء يا أسلوب الاستفهام أدوات الاستفهام من كم ما ماذا أين السيف ما رأيك لماذا متى أين أسلوب الاستفهام يبقى الأساليب تفضيل تمني تعجب تعجب to
ما and كم. كم هو or كم هي. But with كم هو كم هي you should write adjective. كم هو جميل كبير رائع ممتع. With هي you should add تاء مربوطة. كم هي رائعة كم هي جميلة. وأسلوب النداء يا وأسلوب الاستفهام من كم. أدوات الاستفهام من كم لماذا متى أين ما رأيك. حسنا هذه هي الأساليب. من الفكرة نريد أسلوب تعجب. أسلوب تعجب أسلوب تعجب ما أجمل ألوان البالونات. أحسنتي ألينا. ما أجمل ألوان البالونات. أسلوب تعجب آخر. This is good to talk about. أسلوب تعجب. كم هي رائعة هدية أبي. كم هي رائعة هدية أبي. أسلوب تعجب. أسلوب نداء. أسلوب النداء. يا ابني. يا ابني. اسلوب تمني. ليت كل الاصدقاء يحضرون. ليت كل الاصدقاء يحضرون. اسلوب تفضيل يا زهرة. Never mind. Zara? Zara? I'm looking for it. أسلوب تفضيل. أن أحتفل بعيد ميلادي أجمل من أن أحتفل بالسنة الجديدة. الاحتفال بعيد ميلادي أجمل من الاحتفال بالسنة الجديدة. أحسنتم. اختر الإجابة الصحيحة. ما أجمل ألوان البالونات. أسلوب استفهام. أسلوب نداء. أسلوب تفضيل. أسلوب تعجب. أسلوب تعجب. أحسنتم. أسلوب تعجب. الاحتفال بعيد ميلادي أجمل من الاحتفال بالسنة الجديدة. من أسلوب, so, أسلوب تفضيل. أسلوب تفضيل. أسلوب تفضيل. الاحتفال أجمل من أسلوب تفضيل. في عيد الميلاد نحن نأكل اللذيذة. مأكولات. المأكولات. المأكولات. البالونات. المشروبات. العصير. المأكولات. 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 أحسنتم. عيد
الميلاد سيكون ممتعا يا ابني، يا ابني، يا اسلوب تمني، اسلوب اسلوب ندى. اوكي اسلوب تفضيل، اسلوب ندى، اسلوب اسلوب ندى. مع أسرتي وأصدقائي بعيد ميلادي. أحتفل. أحتفل. أشعر. أحب. أشاهد. أحتفل. أحتفل. نعم أحتفل. أحتفل بعيد ميلادي. سأحتفل بعيد ميلادي يوم الجمعة، السبت، الخميس، الأحد، الجمعة. 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 ليت أصدقائي يحضرون عيد ميلادي. أسلوب. أسلوب تمني. نداء. لا. نداء. أسلوب النداء. يا. أسلوب تمني. تمني. نعم. أسلوب تمني. ليت أو لعل. Here. ليت أصدقائي أسلوب نداء. أسلوب تفضيل. لا. أجمل من، أكبر من. أسلوب تعجب. أسلوب التعجب. ما أو كم. أسلوب التمني. تضع البالونات في كل مكان. جملة فعلية. أسلوب تفضيل. جملة فعلية. جملة فعلية. أسلوب تمني. جملة اسمية. Start with the verb. جملة فعلية. جملة فعلية. أسرتي تزين الحديقة. أسرتي تزين حديقة البيت. جملة اسمية. جملة اسمية. جملة فعلية. أسلوب تمني. أسلوب تعجب. أسرتي. جملة اسمية. جملة اسمية. Start with the noun. أسرتي جملة اسمية. Should we do the quiz now? لا. I read Arabic. Yeah, I did yesterday. So many. أحسن. I read Arabic. It's very important. I read like 10 books. We evaluate you about I read Arabic. I read Arabic. Should do it. حسناً. Sure. Now, can we do quiz? لا. الآن. Okay.
في الفكرة. أريد سؤال. Question. I need question. على الفكرة. ما رأيك في عيد ميلاد؟ ما رأيك في عيد الميلاد؟ Who can answer? ألينا؟ في رأيي عيد الميلاد أفضل من اليوم الرياضي لأنها ممتع. لأنه ممتع. في رأيي عيد الميلاد أفضل من اليوم الرياضي لأنه ممتع. سؤال آخر. سؤال. سؤال. Sir. نعم. Can I say ماذا أحتفل بعيد ميلادي أو شريت ميلادي؟ ماذا أحتفل بعيد ميلادي؟ أنا هنا. Joshua, turn to Michael. Why are you so annoyed with it? I'm not making any noise. It's so loud. تفضلي ألينا. Sir, can I write? Can I say متى أحتفل بعيد ميلادي? Because it says أنا, so. نعم. متى أحتفل بعيد ميلادي? Now, you can do your quiz. I'm doing. Sorry, it says instructions none. Sir. نعم يا هيتان. No instructions. The quiz is empty. The quiz empty? Yeah. There's nothing in the assignment. How come just wait? It's the one that says birthday, right? Yeah, it's that one. It's empty. Yeah, it says add. That's it. It says instructions.